اللي تقال على أسفي، أنه يمكن الحكومة أو الوزارات ما داروش اللازم، ما كنظنش. نعطيكم بعض المعلومات اللي درنا، وهو كاين 7 ديال المحاور اللي ركزنا عليها، خطة ديال الوقاية، تنظيم العمل، التوعية، التدابير الصحية، شروط استخدام المطاعم، شروط النقل ديال العمال، وأيضا خطة التكفل إذا كان شي مشكل. اللي درنا وهو لجان جهوية اللي داروا 3460 زيارة، 2748 معمل. اللي خصنا نعرفوا هو في قطاع الصناعة الحالات أو نسبة الحالات اللي تبينت من بعد الفحوصات هو 0.77%. إلا خدنا بعين الاعتبار هادشي اللي وقع في أسفي، 0.77. على الصعيد الوطني عندنا 3%. إلا حيدنا من الصعيد الوطني قطاع ديال الصناعة كنطلعوا 5%، من 0.77% إلى 5%. إذن هذا البؤر ديال قطاع الصناعة، أنا كوزير الصناعة عندي وجهة نظر، يمكن غير أنا اللي عندي هذه وجهة نظر. كنت سأل واش هذا البؤر كاينين في المعامل أو في النقل أو في الأحياء بعض المرات، واللي تبين وهو بعض الأحيان ماشي في المعامل. كاين بعض الأحيان أن هذه البؤر يمكن تكون في المعامل، ولهذا هذه اللجنة كتجي بعض المعامل مشات لها 4 المرات، المرة الأولى، المرة الثانية، وشديناهم وعقموا وداروا المسائل ديالهم، ورجعنا المرة الثالثة والمرة الرابعة عاد تحلوا. إذن إلا جينا نشوفوا هاد الحالات اللي كاينين كيتسموا ديكا أسيمبتوماتيك، إذا الناس ما فيهم حتى شي حاجة، ما فيهم لا سخانة ولا كيكحبوا ولا عندهم شي مشكل صحي، كتقلبوا كتلقى فيه هاد لوكا أسيمبتوماتيك. مازال عبر العالم كيتسألوا واش هاد الناس يعني كينتشر من هاد الناس أو لا وكذا، ولكن ماشي حالات تيمشيو الناس للسبيطار وكيمشيو يداوا ما كيعرفوش راسهم واش فيهم هاد الوباء أو لا.